مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من شوط إضافي تتابعون فيها. حل الجهازين الفني والتدريبي للمنتخب الأولمبي التابع للنظام بعد خسارتين متتاليتين أمام فلسطين وإيران في بطولة غرب آسيا. تتابعون أيضا كرواتيا تتجاوز هولندا وتعبر إلى نهائي دور أمم أوروبا، وإيطاليا في مواجهة مصيرية أمام إسبانيا. أهلا بكم. قرر اتحاد كرة القدم في مناطق النظام حل الجهازين الفني والتدريبي للمنتخب السوري الأولمبي بعد سوء في النتائج والأداء، وذلك عقب توديعه لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاما من دور المجموعات من دون أي نقطة، حيث تلقى المنتخب الخسارة الثانية أمام إيران بثلاثة أهداف لواحد. وأبقى اتحاد كرة القدم على المدرب الهولندي مارك فوتا كمدير فني للفئات العمرية حتى نهاية عقده. طبعا هذا القرار يعني صار هناك ردة فعل عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب ميشيل سعد على حسابه في الفيسبوك: فقط في منتخب سوريا يتم إقالة مدرب من تدريب منتخب الشباب ومن ثم الأولمبي بسبب الفشل، ولكن يتم الإبقاء عليه كمدير فني ومشرف على كل المنتخبات. يضيف الصحفي الرياضي ميشيل سعد في منشور آخر طبعا حول هذا الموضوع قائلا: الكادر الفني الحالي يفعل كل ما يستطيع ليدمر أفضل جيل شاب لمنتخب سوريا منذ 2011، خليط من لاعبين مميزين في أوروبا وداخل سوريا، ومع ذلك الجميع سيء للغاية دون استثناء، وهذه مسؤولية فنية بحتة. بكل صراحة طريقة لعب منتخب سوريا الأولمبي مع الكادر الحالي أقرب لفرق الشوارع مما هي لمنتخب رسمي يمثل بلدا. أما بالنسبة لبشار النوري فقد علق قائلا: هذه نتيجة ليست غريبة على منتخباتنا، ما الغريب والعجيب أن نفوز مرة واحدة. أمجد كذلك علق على هذا الموضوع: دولة فاشلة بكل مجالات الحياة بدكم إياها تنجح بكرة القدم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عماد حداد، هو لاعب سابق في نادي أهلي حلب من الرياض. مساء الخير كابتن عماد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً أخ فرات، نتشرف نحن نطلع معكم. وبالنسبة للفشل الكروي بسوريا وفشل الرياضي، ما في شيء جديد يضاف يعني، وأكيد يعني 80% من عامل الفشل يقع على الكادر الإداري اللي هو أصلاً بيجيب خبرات فنية بدون دراسة. اليوم نعم. كرة القدم صارت علم، صار في شيء اسمه ثقافة لاعب من البراعم حتى تكون عنده ثقافة الفوز. الله، عم نجيب مدربين للأمانة ما بنقدر نحن نقيمهم ولا نحكم ولا
ننسب لهم الفشل. يعني اليوم المدرب مارك سيفيتو معقولة، درب بإنجلترا، درب بالجزائر، درب بمصر، بفرنسا، بإنجلترا، يعني سيفي معقولة، لكن نحن ما عندنا أي أدنى مقومات النجاح، لا من بنية تحتية ولا من بناء اللاعب نفسه. هلا صحيح نحن عم نحكي على أجيال بتمر، الأجيال بتمر بصراحة هي الخامة السورية جيدة، طيب نضطر لعدة طفرات بين السنوات والسنوات. طيب كابتن عماد، يعني هلا خلينا نحكي بالموضوع. اول شيء بنمر على الخسائر، يعني خساره امام المنتخب الفلسطيني وخساره امام ايران. المنتخب الاولمبي ما جمع اي نقطه، خرج من المسابقه، تم حل الجهازين كما ذكرنا التدريبي والفني قبل قليل. ولكن يعني أليس مستغربا بأن يتم الإبقاء على المدرب يعني بعد حل الأجهزة الفنية والتدريبية أن يبقى كمشرف عام؟ يعني أين حدث ذلك إذا كان هو وراء هذا المستوى المتذبذب للمنتخب؟ وقبل قليل قرأنا في تعليق للصحفي الرياضي ميشيل سعد بأن هذا الأداء لا يرتقي إلى أداء يعني فريق يلعب في الأحياء أو في الشوارع بكل تأكيد. طيب لماذا إذن لا يتم أيضا الاستغناء عن المدرب؟ يعني هل هناك بند في عقد هذا المدرب بسبب شرط جزائي سيتم دفعه مثلا مبلغ كبير لذلك هم لم يقيلوا؟ هذا الأمور يعني تدخل ما وراء الكواليس بصراحة لفساد الرياضة السورية من الآخر. يعني ما بتعرف إيش الاستراتيجية اللي بيشتغلوا فيها، ما بتعرف كيف بسوي التعاقد. يعني اليوم أهم عامل للنجاح بكرة القدم هو عامل الانسجام. طب أنت إذا من خلال نتيجتين أقلت مدرب، جبت هلأ مدرب، هلأ مطروح ثلاث مدربين على الساحة، وسمعت أني في مدرب تقريبا تم الاختيار، مطروح الكابتن ياسر السباعي، الكابتن محمد عائل، الكابتن ضرار الداوي، وتقريبا يمكن نسبة 80-90% استقروا على الكابتن محمد عائل. فأنت اليوم بما أنك أقلت مدرب من خلال نتيجتين، طب المدربين القادمين، أنت في عندك دورة بالجزائر أظن دورة ودية دي يشاركوا فيها بيونيو تموز لتحضير الفريق للانسجام. كيف التخبط هذا بيصير عنا؟ ما بتعرف ليش؟ لأني ما في أي استراتيجية عمل ماشيين عليها. هو الموضوع محسوبيات، عقود، ما وراء الكواليس، فما بنعرف ايش الاستراتيجيه اللي راح يشتغلوا عليها. والابقاء عليه اكيد، يعني انت اليوم اقلته لانه هو انسان فشل معك، نفترض انه هو سبب الفشل. بما انه انت اقلته يعني انت حكمت انه هو سبب الفشل، طب كيف بتبقيه على اجيال اصغر؟ يعني انت ما بتعرف ايش تحكي بالرياضه. طيب السوريه بصراحه. طيب يعني هلا نحن تحدثنا، لربما انا قلت لك قبل قليل كابتن عماد بان هناك لربما شرط جزائي هذا يوضع عاده في عقود المدربين في حال انت كاتحاد رياضي او كناد مثلا قمت بفسخ العقد مع المدرب ليضمن حقه الرجل، يعني بالنهايه لانك وقعت على عقد لديه مده حتى ينتهي هذا العقد. أنت صحيح. قلت بأن هناك مباراتين كان لهذا المدرب مارك، لماذا تم الحكم عليه من خلال مباراتين؟ يعني لماذا لم يتم الصبر عليه إذا كان في عقده مثلا، إذا افترضنا هناك شرط جزائي كبير مثلا ولم تعطى له الفرصة بشكل كبير؟ يا سيدي الله، الكادر الإداري لما بيجيب مدرب لازم يكون حاسب كل النتائج، الفشل والنجاح والشرط الجزائي، وين نحن من هذا الموضوع. يعني أنت اليوم مشان ما تدفع شرط جزائي ما دام انت عقلته يعني هذا الانسان فاشل، بتروح بتفشل جيل بعد جيل. صحيح، يعني ما هو منطق هذا، يعني ما هو موضوع. انت لما اليوم لازم يكون في اداره احترافيه، كادر اداري دارس الملف تبع الفريق الاولمبي، استراتيجيه العمل، الدورات الوديه، لازم تكون انت حاطط كل احتمالات الفشل والنجاح. فلما انت بتفشل عشان ما تدفع شرط جزائي تروح بتمسكه جيل تاني يفشل معه إذا كان هو الفاشل، وأنا متأكد نحن الفاشلين. ليش؟ لأن نحن جبنا مدربين من كل المستويات نجحوا بمحطات، لكن نحن ما نجحوا معنا أبدا، من كان شتانجي وإن كان الكابتن معلول، جبنا أسماء دربت منتخباتنا السورية وكلهم باعت بالفشل. ليش؟ لأن الأساسات فاشلة عنا،
لا يمكن انت يكون الاساس فاشل عندك نعم. وتبني دور جميل بالاعلى، الدور هذا حينهار فيما بعد لان الاساس فاشل. بكل تاكيد. اشكرك، اشكرك جزيل الشكر الكابتن عماد حداد، لاعب سابق في نادي اهلي حلب، كنت معنا من الرياض، شكرا لك. حبيبي شكرا لك، تشرفنا فيك. إلى الأخبار الأوروبية، حيث تأهل المنتخب الكرواتي لنهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد تجاوزه منتخب هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعد التمديد إلى أشواط إضافية. وقع على رباعية الكروات كل من أندري كراماريتش من علامة الجزاء وماريو باساليتش، إضافة إلى برونو بيتكوفيتش ولوكا مودريتش من ركلة جزاء أيضا، بينما أتت ثنائية منتخب الطواحين عبر دوني مالين ونوا لانج. يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره الإيطالي على ملعب دي غرولش فيست ضمن دور النصف النهائي لدوري أمم أوروبا، ويبدو أن أسهم المدرب بلا فوينتي بدأت بالانخفاض لدى الاتحاد الإسباني للكرة بعد فوز غير مقنع على النرويج وخسارة مفاجئة أمام اسكتلندا بهدفين دون رد في مستهل مشواره التدريبي مع لاروخا، ليتعرض لانتقادات شديدة في إسبانيا. أما مانشيني فلا يبدو حاله أفضل من منافسه بعد تراجع أداء المنتخب الإيطالي كثيرا وعدم التأهل في نسختين لبطولة كأس العالم 2018 و2022، ليصبح مطالبا بالفوز والعبور النهائي كي يلاقي كرواتيا وصفة بطل مونديال روسيا. كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 والتي ستشهد في أسبوعها الأول قمة نارية بين تشيلسي وليفربول، وتفتتح الجولة الأولى يوم 11 من آب أغسطس المقبل في مباراة تجمع حامل اللقب مانشستر سيتي والصاعد من الشامبيونشيب نادي بيرنلي الذي يدربه لاعب السيتي السابق فينسنت كومباني، بينما وصيف البطل نادي أرسنال فسيواجهه نادي نوتنغهام فورست على ملعب الإمارات. أما قمة الجولة الأولى فستكون بين ليفربول وتشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج يوم 13 من آب المقبل. قدم نادي ريال مدريد لاعبه الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام القادم من بروسيا دورتموند هذا الصيف إلى وسائل الإعلام بعد الإعلان عن التوقيع رسميا مساء الأربعاء. وقال بيلينغهام في حفل تقديمه لوسائل الإعلام اليوم إنه مسرور لكونه في أكبر ناد في التاريخ وأن الكثيرين لم يحظوا بهذه اللحظة، مع الامتنان لكل من ساهم بوصوله للعب في سانتياغو برنابيو. أريد فقط أن أقول شكرا لجميع من في الغرفة وكل من يشاهدنا عبر الإنترنت لانضمامهم إلي في أكثر الأيام فخرا في حياتي. اليوم الذي انضممت فيه إلى أعظم ناد لكرة القدم في تاريخ اللعبة، لذا شكرا جزيلا لكم. هناك الكثير من الأشخاص الذين يجب أن أشكرهم على وصولي إلى هذه النقطة: بروسيا دورتموند، بيرمنغهام سيتي، الأشخاص الذين يعملون هناك، ولكن أيضا الرؤساء هنا، سيادة الرئيس جوني كالافات، وبالطبع الأهم عائلتي على كل الدعم. شكرا للجميع، وأخيرا هلا مدريد. أعرف جيدا مدى صعوبة عملك لتكون جزءا من النادي صاحب 14 بطولة أوروبية. مرحبا بكم في ريال مدريد، أود أن أعرب لك عن امتناننا لأنك فعلت كل ما في وسعك لتحقيق حلمك العظيم
شكرا لكونك لاعبا مدريديا ولديك الطموح لمواصلة بناء تاريخك الخاص في هذا النادي الذي هو الأكثر شهرة وإعجابا ولكنه أيضا الأكثر تطلبا في العالم. المال ليس شيئا بالنسبة لي، لا أفكر في المال على الإطلاق. عندما أتخذ مثل هذه الأنواع من القرارات لم يكن لدي مطلقا ولن أفعل ذلك أبدا، ألعب اللعبة بدافع الحب فقط. لقد تحدثت مع الناس عندما سمحت لي بروسيا دورتموند، لقد تحدثت مع جوني وتحدثت مع خوسي أنخيل، وأحب الشعور الذي تلقيته من النادي، لم أستطع إخفاء ذلك. أخبرتهم على الفور بشكل أو بآخر بما شعرت به تجاه النادي، وبعد أن اتخذت قراري أردت أن يحدث ذلك كله بسرعة. كما تعلم لم تكن حالة الفرق الأخرى سيئة أو لم تكن جيدة، هذا فقط بالنسبة لي، مدريد هي الأعظم. أعلن نادي نانتا الفرنسي تفعيل بند شراء اللاعب المصري مصطفى محمد من نادي غلطة سراي التركي. وقال نانت في بيان: فعل النادي خيار الشراء في عقد مصطفى محمد بعدما لعب معنا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ونبه البيان أن مصطفى محمد سيكون مرتبطا بعقد مع نانت حتى 2027 اعتبارا من يوليو تموز 2023. قال نادي عموم إنجلترا المنظم لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى، قال إن إجمالي الجوائز المالية الخاص بها ارتفع إلى أكثر من 44 مليونا ونصف مليون جنيه استرليني بزيادة قدرها 11.2% عن 2022. كما سيحصل الفائزون وأصحاب الوصافة في نهائي فرد الرجال والسيدات على زيادة في جوائزهم المالية تضاهي المستويات السابقة في 2019، حيث حصلوا على 2,350,000 جنيه استرليني ومليون ومائة وسبعين ألف جنيه استرليني على التوالي. ختام شوط إضافي، إلى اللقاء.